رايت جيمز اطلقوا لعبتهم الجديده بنسخه البتا لعدد عالم محدود وقالوا انه ما رح نعمل دعايه، فالعالم انصدمت كيف اللعبه عم بتجيب 1,700,000 مشاهد على تويتش بلا دعايه. اف هاللعبه قد ايه بدها تكون قويه لتجيب عدد مشاهدين هالقد كبير. من الاخر عملوا دعايه ورح خبركن عنها بالفيديو، بس مش هيدا موضوعنا الاساسي. موضوعنا الاساسي اليوم هو كيف فالورنت رح تمنع الغشاشين لما يصير فيها مثل السي اس جو والببجي، وكيف العالم قيمتهم عليهم من ورا هالبرنامج. لكل واحد عنده مشكله مع نظام منع الغش تبع رايت بقول له هل انت عبيط؟ هل انت عبيط؟ اشتركوا بتحالب كتير مهضومين. انا اخر واحد معقول يدافع عن رايت او يحكي عنهم بالمنيح. موضوع عمره 11 سنة مش ناسيلون ياه وما له علاقة بألعابهم الحالية، فما رح خلي هالشي يأثر على مصداقية التشانل، ورح فسر لكم ليه عم يعملوا رايت بفالورنت هو الشي الوحيد اللي بينعمل، وليه لازم نضحي شوي لنخلق جو لعب حلو وعادي. هلا بجميع، معكم دراد واليوم رح نحكي عن فالورنت. اولا للي ما بيعرف شو هي فالورنت، فالورنت هي لعبه اف بي اس عم يشتغلوا عليها رايت، وهي حرفيا مزيج من اوفر واتش وسي اس جو، بس ميلي اكثر للسي اس جو. بس اوعى تغلط وتقول هيك للمبرمجين لانه بياخد على خاطرهم، هن ما عم بيقلدوا. ما فهمت، بالسوق بايامنا التقليد صار شيء عادي وفيك تاخذ فكره وتطورها، وهيك الالعاب عم يتطوروا وهيك الدنيا صارت. بس لا، اوعى تقول لهم انه عم بيقلدوا لانه بيعملوا مصيبه وبيسمعوك حكي. وهيك صار مع شراود لما قال لهم انه هيدي حرفيا سي اس جو واوفر واتش. على كل حال هالنقطه مش مهمه لانه عم بيعملوا لعبه مقبوله، القواص فيها مبين حلو والقدرات حلوين، وشفناه من الستريمرز عم بيحضرون 1,700,000 شخص، هو منه الا 1% من شو قادره تعطي هاللعبه. وهالشيء انثبت لما فريق العمل تبع اللعبه تحدى شراود وفريق لاعيبه بروفيشنالز بماتش فالورنت، وفريق التطوير خسر شراود واصحابه 13-3. كيف قدروا المطورين يكسبوا ماتش ضد اقوى لاعيبه اف بي اس بالعالم؟ قدروا لانه فالورنت منا مرتكزه على الشوتينج بس، مع انه الشوتينج كتير قوي فيها، مرتكزه على القدرات تبع الشخصيات وكيف فيك تستعملهم بتناسق لتحصل على افضليه باللعب. لو ما المطورين لعبوا هالماتش كان رايي باللعبه كليا مختلف، بس تغير من بعد ما شفت انه لا، ما لنا لعبه شوتر وفيها شويه قدرات ليقولوا لايكو نحن كول، هيدي لعبه مدروسه على كل الاصعده وبتستاهل تنجح، بس ما بتستاهل 1,700,000 مشاهده على تويتش بلا دعايه. هيدي النقطه ما حبيتها من رايت، قالوا انه ما رح نعمل بروموشن مع ستريمرز لنجيب مشاهدات، والستريمرز رح يلعبوها من تلقاء نفسهم، بس ما قالوا انه الستريمر اللي رح يلعبها رح يكون في فرصه لجمهوره يطلع له الفالورنت ببلاش، بوقت ما حدا قادر يحصل عليها لهاللعبه الا من خلال رايت. يعني لتاخذ فالورنت بدك تحضر ستريم، يعني كل الستريمرز رح يلعبوها لانه بدهم يربحوا جمهورهم، وكل العالم رح تحضر لانه بتاخذ فرصه بانه تلعب هاللعبه قبل غيرها، بركي بتصير اقوى، بركي بتحصل عليها وبتعمل محتوى عليها بسرعه وبتصير تجيب جمهور اسرع. فقصه هيدا انه ما رح نعمل دعايه مش مزبوطة 100%. ما عملوا دعاية مع ستريمرز، عملوا أسكى دعاية من خلال الستريمرز. ولو ما جربوا يبيعونا هالحكي بهالموضوع كمان كان رأيي حيكون كتير مختلف، وكنت حنقول هلا عن رايت انه كتير عبقرة، حركة عبقرية بس طريقة فرجونا اياها وسخة. بس ماشي الحال، هاللعبة بتنقي شخصيتك وبتشتري أسلحة أول الراوند، وبتشتري كمان قدراتك. أكيد القدرات تبع كل شخصية مختلفة، وما عم تشتري القدرة، أنت عم تشتري فرصة أنك تستعمل هالقدرة مرة أو مرتين بالراوند. يعني كأنك عم تشتري إملي الطبيب بالسي أس جو، وفيك تشتري اثنين بس مش أكتر. وما رح فوت بمشاكل البالانس المعقول تواجهها هاللعبه، لانه اكيد رايت اللي عملوا بالانس ل 100 شخصيه بلعبتهم الاساسيه رح يعرفوا يعملوا بالانس بلعبه فيها كم شخصيه، ما عندي شك بقدراتهم. بس هل رح تصير اي سبورت؟ اذا فورتنايت كبوا عليها 300 مليون دولار وسموها اي سبورت، حيلا لعبه فيها تتسمى اي سبورت. بس هالشيء بيكون ظالم اذا شبهناها بفالورنت، لانه فالورنت اقرب للاي سبورت من حيلا لعبه ثانيه، ورح تواجه ذات المشاكل اللي واجهتها لعبه اوفر واتش من هالناحيه. الجمهور ما رح يفهم شيء من اللي عم بيصير على الشاشه ثلاث ارباع الوقت، مع انه مجربين يبسطوا الامور كثير، وهيدي شهاده لرايت. صراحه رايت عم بفرجوا على فهم كثير كبير بالسوق بهاللعبه، وهالشيء بيعجبني كونه الشركه الوحيده اللي بيديرها رجال اعمال مش مطورين. بس مش صدفه ليج اوف ليجندز صارت من اهم العاب على البي سي، ومش صدفه فالورنت رح تنجح، مع انه كثير حابب اقول انه رح تفشل، وكثير حاببها تفشل من ورا الحقد اللي له عم بينمى سنين بقلبي. على كل حال في مصداقيه بالدق، فمضطر اقول الحقيقه. اكيد رايت عم يسمعوا 10 على 10 من كل اللعيبه يلي عم بيقولوا ذات الشيء اللي عم بقوله انا هلا، معقول العالم تضيع من اللي عم بيصير قدامهم على الشاشه، وشوي شوي رح يصيروا يبسطوا الامور اكثر واكثر لتنفهم اكثر واكثر، ورح يكون كثير حلو نتفرج على كيف البروفيشنال رح يقدروا يستعملوا شخصياتهم مع بعض ويعملوا بلايز رهيبه. بس كمان أكترية العالم بس حدا رح يعمل بلاي رهيبه ما رح يفهموا شو صار. بس مضطر ارجع شوي لورا وقول انه لو التعقيد لحاله بينزع اي سبورت، الدوتا كانت ماتت من زمان. فكتقييم حال للعبه فالورنت بتاخذ مني 9 على 10، كانت اخذت 10 على 10 لو ما في عتمه بقلبي ما عم بعرف ضويها، وكمان لو اللعبه كانت خالصه بس بعدها بتا وبدنا ننطر لنشوف. هون بنوصل للنقطه اللي بدي اوصلها للعالم. رايت ليقدروا يحموا لعيبتهم من الهاكس بجبروك تنزل برنامج اسمه فانجارد، وبيمشي بالخلفيه انت عم تلعب، وهالبرنامج قادر يعرف كل شيء عم تعمله على الكمبيوتر، كل شيء، ما فيك تخبي عليه شيء. وهون بلش العالم يعتلوا هم، هل رايت بدهم يتجسسوا علينا؟
شو هالبرنامج الزبالة اللي بدهم يسرقوا معلوماتنا من خلاله، وكيف بقى نقبل ننزل هيك برنامج على الكمبيوتر تبعنا؟ اولا من هول اللي عم بنقوا باراك اوباما والشلة، ثانيا حدا من كان عقله رايت بينهم بمعلوماته، ثالثا حدا مفكر انه رايت ما معهم معلوماته، رابعا حدا مفكر انه معلوماتك امينة اذا كمبيوترك موصول على الانترنت؟ ما بعرف، بس ما عجبهم كيف رايت فيها تحصل على معلوماتهم. بفهم هالشيء، الخصوصية كتير مهمة، بس كمان لازم يفهموا المعارضين انه الخصوصية منا شيء حقيقي على الانترنت. هلا مش لانه الدنيا زبالة لازم نقبل بالزبالة، بس في نقطة كتير مهمة لازم تنقال. فالف ما قبلوا يستعملوا هيك برامج، وما قبلوا البرنامج تبعهم يشوف معلوماتك الخاصة لما يوجعوا راسهم مع العالم مثل ما عم بيصير هلا مع رايت. بس السي اس جو تضررت كتير من ورا هالقرار، وحتى صار في عندك اشاعات انه فالف بدها اياك تعمل هاك لتعمل لك بان ترجع تشتري اللعبه. طب هلا اللعبه صارت ببلاش بعد ماشي اشاعاتهم، بس الراد فيست عندهم نظام ماشي وبيلقط الهاكرز احسن من تبع فالف، ليه فالف ما بحطوه؟ هذا موضوع كتير تعمقت فيه بايام ما كنت نظم دورات للسي اس جو، وحكيت مع فيست وحكيت مع سوسترانك وكل الشركات لفك هاللغز، وطلع الجواب انه هالبرامج الحمايه اللي بحطوها فيست وسوسترانك والبقيه بيعملوا اللي عم تعمله رايت، بيشوف كل شيء عم تعمله على البي سي وبيعرفوا شو عم بيصير عندك على البي سي، لانه هيدي الطريقه الوحيده ليعرفوا اذا مشى برنامج على البي سي تبعك. كيف بدهم يعرفوا اذا انت مدور هاك؟ اذا بس قادرين يشوفوا شو عم بيصير باللعبه. كثير هيني واحد يعمل حاله مش مدور هاك ويخبر المعلومات لرفقاته ويربحوا المباراه من ورا هالشيء. فاصلا كل لعيبه الاف بي اس اللي بيحترموا حالهم بيلعبوا على سيرفرات مش اوفيشال بقلب ليجز لالهم، وكلهم موافقين على انه هالشرك تشوف معلوماتهم. وبعد بكل هالسنين اللي ماشي فيها النظام ولا مره صار اي مشكله او اي خلل او اي شركه سرقت معلومات، لانه سرقه المعلومات مش بهالسهوله بتصير. فيكم توافقوا ان رايت تشوف شو عم بيصير، مش يعني بتوافقوا ان رايت بيع اللي شفته. وهالشي موجود بشروط فيست واكيد رح يكون موجود بشروط فانغارد. يعني اذا العالم ما قبلت مع رايت تمشي بالفانغارد تبعها، هاللعبه الشكل رح تكون كتير مهمه، رح تفشل بس من ورا الهاكرز مثل ما صار ببابجي، مثل ما عم بيصير بسي اس جو يلي حتى بافخم الدورات لالان لقط لعيبه عم بيعملوا هاك. برايي لازم يعملوا رايت حاليا هو انه يقولوا للعالم يا نزلوا فانغارد يا ما تلعبوا لعبتنا، وهذا الشيء بحق لهم يعملوه، وبتمنى انهم يعملوه لانه الخطر الوحيد على هاللعبه هو الهاكرز، والطريقه الوحيده المضمونه لطلقه الهاكرز هو انه يشوفوا معلوماتك على الكمبيوتر. بس هل انتم بتصوروا برايت كفايه لتسمحوا لهم؟ هالشي بيرجع لكم. وما بعرف اذا حدا قد بالعالم بيكره هالشركه لانه طبعوا بذاكرتي صوره كتير بشعه انا ولد وحسسوني اني خلصت الدنيا لفتره قصيره قبل ما اعرف شو الحقيقه. بس حتى لو هالشي صار من 11 سنه والشركه لهلا ما عليها ولا شكوى وماشيين نظامي، ضرب وسخ واحد ساعدهم يقلعوا، وهالشي فيني سامحهم عليه وما راح يخليني شك بمصداقيتهم حاليا من بعد ما صاروا شركه عملاقه عندها كل شيء لتخسر. وبرايي اكثر عالم عم بيسمعوا هالشركه نق وعم بيعملوا بروباغندا على الموضوع هن الهاكرز بحد ذاتهم، يلي برنامج من هالنوع راح يقضي على كل طموحاتهم بانه يبيعوا هاكس للعبة جديدة وراح يخسرهم مصاري كتير ملايين الدولارات. فما تخلوني يضحكوا عليكم، واصلا لو صار عليك شكوى وفي ادلة بقلب اللعبة وبقلب الكمبيوتر تبعك، رايت ما فيها تسحبهم وتوزعهم الا بقرار من محكمة او بخفصة كتير كبيرة. فاذا بدك تعمل مصايب عن الكمبيوتر تبعك، لعب لك غير لعبة وخلينا نحن عم نتسلى بألعابنا الفاضيين من الهاكرز. وحتى اذا بدك تعمل مصايب، على الارجح رايت ما حيتعاطوا معك، ما قالوا معك اصلا. قبل ما اختم خليني اشكر الباتريون تبعي بكل الطبقات، الجولد، دايموند، بلاك وبلاتينوم. واذا انت كمان حابب تشترك وتاخذ ميزات خاصه لك، فوت على الرابط اللي بوجهك او بالديسكربشن. وكمان حملت وصل دراد ل 250000 بعد ما ماشي وقربنا على 200000 على يوتيوب. فاذا مش مشترك اشترك، واذا مشترك شارك. شكرا على كل حال، كمان فضلنا تشاهدكم بس تضحكوا وسلايك سكرب نجرس كمان حابب على التواصل الاجتماعي فيس تويتر انستغرام وديسكورد. شوفكم حلقه جديده.